لمناقشة آخر تطورات الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه، ينضم إلينا الدكتور أحمد جقل المتخصص في الشأن التركي عبر الهاتف من إسطنبول. دكتور أحمد، بداية مرحبا بك. طوال الأيام العشر الماضية أرمينيا يعني تنكر تكبدها خسائر في الأرواح والعتاد أو خساراتها أراضي، بما يفسر تحول البيانات الرسمية الأرمينية واعترافها بتكبد خسائر في قواتها المرابطة في ناغورني كاراباخ، بما تفسر ذلك؟ مساء الخير. طبعا نحن نعلم في السنين المنصرمة أذربيجان قوتها العسكرية اليوم تفوق القوات الأرمينية عددا وعتادا وتقنيا، واليوم بعد الاعتداء الأرمني على الأراضي الأزرية، اليوم أذربيجان ترد بقوة على أرمينيا، وقد صرحت الإدارة الأذربيجانية خسائر القوات الأرمينية ب 250 دبابة وحوالي 270 تدمير، 270 مدفعية وخسارة في الأرواح. التفسير طبعا الطرف الألماني يريد رفع معنويات شعبه والجنود الذين يقاتلون في الجبهة، ولكن هذه المرة اصطدموا بالصخرة الأذربيجانية وتحطموا معنويا، واليوم خساراتهم كثيرة في الأرض والأرواح. الكرملين صرح اليوم أن التزامات روسيا أمام أرمينيا ضمن معاهدة الأمن الجماعي لا تمتد إلى قرباغ، ماذا يعني برأيك هذا التصريح؟ هذا التصريح واضح جدا، الاتفاقية الأمنية للدفاع بين أرمينيا وروسيا فقط تشمل في حال اعتداء أي دولة على الأراضي الأرمينية. اليوم ناغورني كاراباخ والأراضي المحيطة فيها هي أراضي أذربيجانية، لذلك لا يوجد اعتداء على أرمينيا، لذلك المعاهدة تشمل فقط في حال الاعتداء على الأراضي أو على الأراضي الدولة الأرمينية، ولكن هذه المنطقة منطقة لها خصوصيتها في الخارطة السياسية أو الجيوسياسية، هي أرض أذربيجانية محتلة من قبل أرمينيا، لذلك اليوم الدولة الأذربيجانية هي تحارب إرهاب أو الاعتداء أو الاحتلال الأرميني على أراضيها هي، لذلك فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم صرح بأنه لا يوجد إخلال في هذا، يعني يؤدي إلى هجوم أو مساعدة الأرمن في هذا الخصوص، لأن الحرب أو المعركة تدور على الأراضي الأزرية، لذلك لا أتوقع أن تتدخل روسيا بهذا الخصوص، وأظن المعارك ستحتدم كما صرح اليوم. ما تأثير هذا التصريح على موازين القوى؟ يعني هل أمريكا ربما فرنسا سيكونان بديلا؟ اليوم تعلمون باشينيان هو مقرب من الغرب أكثر من الروس، واليوم هو الروس لا يدعمون حكومته، وإنما باشينيان هو رجل غير مرغوب فيه، وهذا ما نلاحظه من تصريحات بوتين الأخيرة. وكما تعلمون قبل يومين حتى لم يرد على مكالمته الهاتفية. اليوم إذا الروس لم يتدخلوا في هذه المعركة فالمعركة ستستمر. لا أتوقع من الطرف الأمريكي أو الفرنسي التدخل حاليا، أنتم تعلمون هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وهم مشغولون في أمرهم الداخلي، واليوم فرنسا ليس بمقدورها وباستطاعتها التدخل، لأن هذا التدخل أو مساعدة الأرمن في هذا الحرب قد يؤدي إلى تأزم المشكلة في المنطقة. طيب في هذه النقطة هناك من يرى دكتور أن هذه الخطوة يعني تخلي روسيا عن أرمينيا، أقصد فيما لو أقدمت عليها روسيا فعليا ستكون خطأ استراتيجيا، كيف تقيم هذه الخطوة؟ طبعا أنتم تعرفون هناك تقارب تركي روسي في كثير من الأمور، في مثلا في الأزمة السورية، في أزمة الشرق المتوسط وأزمات أخرى، اليوم في تقارب تركي روسي، وهذا ينعكس أيضا على العلاقات الروسية الأزرية. موازين القوى تغيرت في المنطقة أو الموازين السياسية تغيرت في المنطقة، لذلك
الطرف الأرمني في هذه الواقع الجيوسياسي الجديد عليه أن لا يتوقع أن يكون هناك تدخل روسي لصالح الأرمن في هذه اللحظة، مع العلم أنه باشينيان هو مقرب من الغرب أكثر من الروس، لذلك هذا يؤدي إلى وقوف روسيا الاتحادية على الحياد. وقوفها على الحياد يؤدي إلى تغير الموازين لصالح القوى الأذربيجانية، ولكن أنا أتوقع من لقاء الرئيس الأذربيجاني اليوم مع فلاديمير بوتين جرى المباحثات حول عدم تدخل روسيا في حال لم تقوم أذربيجان الاعتداء على الأراضي الأرمنية، وأتوقع حصر العمليات العسكرية فقط في إقليم ناغورني كاراباخ والأراضي المحيطة بها. لذلك لا أتوقع أن يكون هناك تدخل روسي مباشر لصالح الأرمن، كون الموازين القوى سياسيا وعسكريا هي لصالح الأذربيجانيين. طيب في هذه الحالة يعني أذربيجان من ناحيتها اتهمت أيضا أرمينيا بمحاولة تدويل نزاع قرباغ وأكدت استعدادها للعودة للحوار، هل هو تراجع أم أنه استيعاب لموقف قد يجعلها في مواجهة مع كل من فرنسا ومن يسير خلفها أيضا؟ طبعا اليوم موازين القوى العسكرية هي لصالح الأذربيجانيين بشكل 100%، وفي هذا يعني القوة العسكرية الأرمنية اليوم تحطمت تقريبا شبه كامل في المنطقة. اليوم هو تكتيك، يعني دعوة باشينيان الطرف الآخر إلى الحوار هو تكتيك سياسي لوقف العمليات العسكرية ريثما استعادة قواها وتغيير أو إيقاف الحملة العسكرية الأذربيجانية، ولكن الأذربيجانيين صرحوا إنهم لن يتحاوروا مع الطرف الآخر حتى وقف العمليات العسكرية من الطرف الآخر أو الانسحاب من الأراضي المحتلة من قبل الأرمينيين. هو النداء هو تكتيكي بكون الدولة الأرمينية ضعيفة جدا في منطقة ناغورني كاراباخ، لا يوجد عندها العدد الكامل من الجيش ولا العتاد في، وان القوه الحاكمه في المنطقه اليوم عسكريا هي لصالح الاذربيجاني. الدكتور احمد جقل المتخصص في الشان التركي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.